أهلا بيكم في قناة إيميو. النهاردة هنشوف مع بعض إزاي نعمل التوطين اللي إحنا شايفينه قدامنا ده. ده بيتاكل عادي جدا، بيستخدم في تزيين التورتات والكب كيك، ممكن الكوكيز كمان، ممكن في أشكال معينة من الكوكيز اللي إحنا محتاجين نستخدم فيها الدانتيل ده. وهنشوف مع بعض إزاي إن إحنا نعمله باللون الذهبي. هنحتاج 100 جرام شوجر ليس، ده بيبقى بودرة اسمها بودرة شوجر ليس، بتتباع عند محلات خامات الحلويات، وهي بتستخدم علشان يتعمل بيها الليس اللي هو الدانتيل ده بتاع التورتات. هنحط عليها 280 جرام مية وألوان طعام لون أصفر، ونضربهم بالمضرب الكهربائي لغاية ما أوصل لقوام، قوام مش بيبقى سايل قوي، هو بيبقى قوامها متماسك وشبه المعجون. نفضل نضرب فيها كده، ممكن يعني الموضوع ما ياخدش اكتر من 15 دقايق، كتير قوي، على سرعة كده متوسطة. نبدأ نضربه بس لغاية ما نوصل للقوام اللي هنشوفه مع بعض. هنا بس هزود اللون شوية عشان حسيته فاتح. زي ما احنا شايفين كده هتبتدي تندمج مع بعض كده وتاخد كلها شكل واحد متماسك كده مع بعضه، يعني ما نحسش ان البودرة لسه فيها كلكعة او مفصولة شوية عن المية، لا، هي امتزجت كلها اهي مع بعض، هتبتدي توصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. بس كده هي لما نوصل للمرحلة دي كده مش محتاجين نضرب منها تاني. هنحتاج فورمة سيليكون، هنحتاج فورمة سيليكون بتاعة البيس دي، بتبقى سمكها رفيع علشان تطلع لي في الآخر الدانتيل ده طبقة رفيعة قوي، ونبتدي إن احنا نوزع عليها خلينا نقول العجينة، ما تعتبرش عجينة بس مجازا هنقول عجينة، نوزعها ونبتدي نفردها جامد كده ونضغط عليها علشان هي بتبقى بتشد شوية كده أو مستكة شوية شبه المستيكة، فهتاخد شوية مجهود في إن احنا نعرف نملأ كل الفراغات بتاعة الفورمة السيليكون، علشان الفورمة برضو زي ما قلنا سمكها صغير، فده بيصعب شوية المهمة، بس مفيش مشكلة، احنا ممكن نعملها على مهلنا، يعني نفردها ونسويها، ولو لقينا أماكن لسه فيها فراغات ممكن إحنا نرجع نزود عليها مرة تانية. أنا شايفة إن أفضل حاجة هتساعدنا في المرحلة دي هي الأداة اللي في إيدي دي، مش عارفة اسمها بالظبط، بس هي السباتيولا اللي شكلها مثلث دي، هي أحسن حاجة هتساعدنا إن احنا نعرف نضغط على العجينة كويس بحيث تدخل في الفراغات كلها بتاعة السيليكون وتملى كل الشكل بتاعنا عشان يطلع في الآخر الرسمة كلها كاملة مفيش أجزاء مقطعة. انا هنا بعيد عليها تاني برضو علشان لقيت ان لسه فيها اجزاء كتير، فيها فراغات ما اتملتش.
ابتدي اسميها بقى واشيل الزيادات كلها، علشان انا مش محتاجه غير الرسمه بتاعتي بس هي اللي تكون فيها من العجينه دي. فابتدي ان انا اسويها كده كويس جدا واشيل اي جزء فيه زيادات. بعدين هاخدها واحطها على صينية ألمنيوم، هدخلها فرن أقل درجة حرارة 100 درجة سيلسيوس لمدة 5 دقايق مش أكتر، علشان ما تنشفش، ولو نشفت هتبقى عاملة زي السكر هتتكسر تكسير، مش هنعرف إن احنا نطلعها من القالب. وبعد ما نطلعها من الفرن نسيبها لغاية ما تبرد تماما، علشان برضه لو حاولنا إن احنا نطلعها وهي لسه سخنة هنلاقيها بتتقطع وبتتبهدل، مش هيطلع الرسمة كلها سليمة و واخدة الشكل كامل، هتتقطع ومش هنعرف نطلعها. هنسيبها تبرد تماما وبعد كده نبتدي ان احنا نطلعها بالراحة كده لغاية ما نطلع الشكل كله. علشان بقى نلونها باللون الذهبي هحتاج دوست ذهبي، برضو بيتباع في محلات خامات الحلواني، وهحط عليه مزيد زيتي. المزيد ده بيبقى بأطعام، يعني ممكن ان احنا نستخدم طعم احنا حابينه، انا هنا هستخدم طعم القهوة. كل الحاجات بتاعت التفاصيل الدقيقة دي مش هنلاقيها بتتباع غير في محلات خامات الحلويات. وهجيب الدانتيل وهبتدي بقى اوزع عليه اللون الذهبي ده بالفرشة. بعد ما اغطيها كلها باللون الذهبي هسيبها لغاية ما تنشف واللون الذهبي ده يمسك كده في الدانتيل، خلاص هتبقى جاهزة ان احنا نستخدمها. وممكن نستخدمها سليمة زي ما هي، وممكن ان احنا نقطع منها اجزاء ونستخدم حتت صغيرة،
ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت تعملوا لايك وشير وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في صفحات جديدة.